وللدخول أكثر في أجواء العرس العربي نتحول بكم مشاهدينا الأفاضل إلى وهران مع موفد قناة الجزائر الدولية ياسين قالم في عاصمة الغرب الجزائري. ياسين، إذا صباح الخير. الموعد اليوم مع منافسات السباحة هناك في وهران، ضعنا في صورة الأجواء السائدة هناك بمناسبة انطلاق فعالية هذه الرياضة. صباح الخير خالد، صباح الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذا بعد انطلاق منافسات الألعاب القوى نهار أمس، اليوم انطلاق منافسات السباحة هنا بوهران بالمركب الأولمبي هذا وبهذا المسبح الرائع. إذا هنا خالد، في الصباح كان قاد تلقت التصفيات مع تأهل 4 سباحين جزائريين إلى النهائيات، فيما تأهل نفس العدد 4 رياضيات أو 4 سباحات أخريات إلى النهائيات في المساء. الأمور التنظيمية رائعة، كل شيء جاهز هنا من أجل تحقيق الميداليات ومن أجل رفع التحدي معي سباحة المنتخب الوطني لتضعنا أكثر في صورة خالد. صباح الخير. شوفوا بلي المنافسة انطلقت اليوم، كيفاش تعيش السباحات أو المنتخب الوطني هذه المنافسة وما هي طموحات المدرب؟ مو أنا ما عندي أوكين كورس اليوم، نبدأ لا كومبيتيسيون تاعي لو 6 غدوة إن شاء الله. المنافسة بور لو مومون راها مليحة، ميم في الفيلاج أولمبيك أوني بيان، كاين لومبيونس لي زاتليت اي تو، دونك ان شاء الله نديرو لي ميور ريزولطا تاعنا. و يا مونك دي ناجوز سور لي في لي غارسون سافا، دونك لي كورس ما غاديش يكون فيهم بوكو دو ناجوز. باغ اكزومبل في اون ايبروف كاين 4-5 ناجوز ماكسيموم، دونك يعني المنافسه ما راحش تكون كبيره. هذا ما ان شاء الله حيكون في صالح. وي بالنسبه للي في ما راحش تكون منافسه مليحه باسكو يا با ليجيبت وهما لي بلو فور في العرب. على العموم كيفاش لقيتوا المسبح؟ كيفاش لقيتوا الظروف؟ نو سافا تري بيان، كل جاهز ان شاء الله. ميرسي. رياضي المنتخب الوطني، اذا هكذا خالد الرهان سيكون على سباحي المنتخب الوطني على راسهم بلامان مساء اليوم ان شاء الله. وفيكم بأبرز وأهم الأحداث من هنا وهران، إليك الخطأ. بالتوفيق لكل الرياضيين سواء في رياضة السباحة أو في مختلف التخصصات. إذن موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران ياسين قالم، شكرا جزيلا لك.